هذيك العقيدة الخوارج باب كلية داعش باب نقل أنت الحماسة اللي قل يا حوار كلية الغوحرة لك يا كامر قادنا يدك كورم حكول ورد ونقتك نبي محمد عليه الصلاة والسلام وحط المامي أن لا ننازع الأمر أهله عدة مسلم كي تلاذ هيسا حكم كينا الغوقب صار ديمقراطيا واحد لا حكم كوقب صار اللي لقى كل دقة ومرك يجي نوسي دارها هي بدأ وإلى هي حكامته هوية بكقادة ما أنتوا عايز شبابك مركزوح مسكنة جاي ولي جبين الصداها سيد كان مسجد النخيل إن فرب ضنبا مبادئ النوع عصت كلو جد كتير شباب أو بلوة عقيدة خل ضنبا وطان والتكفيريين سلام كيدي جود حلاش ريان كرسي بي قد قال ما يان أي دت كنا كل ينيا مركزوح وداد مجالد تشوجا يورن تيرين كوا ماركتي جديدية ضل يرادو ومرايكن كي وش قيان جهاد كي ديدين بالكوي ما أنت ويديه واحد ترى هذا شباب كور رم وأنا قد أوحي وخواري شباب ورايا أبو يرى صد حزبي وضن كه كتيران صد حزبي داني كتيري هو ديكتاتورية أو ديمقراطية ده ملك عقد عمل ورايا صوما ويدين كاركين مرب وده ده أنت صف صار جلال شير شرائط قبانيو الدولة دي توس وهاري مني وحها الله صمي شريعة دنا ما خلاص صنع وعنا والله دينو تاع كم قلله وينقصوا ديرلي يعني هو قعنته ينقول لي يعني وينهوس قليناي تاينو ديدنو داعش يا القاعدة يا الشباب يا حركات كي كلاد دقالمي اتحاد يا اعتصام يا كوي جزائر كده قالمي يا جبهة الإنقاذ بالدين بيكروا قادة إنه الدين صار رئيس ما أنت ما دركت يا إخوان المسلمين ده كاني دقال وما باهنا قال يصير وما باهنا قرح وما باهنا فتنة وما باهنا وقال صلى الله عليه وسلم نبي وحري وما لم تحكم داني كحكمين أئمته مدحوا بكتاب الله ويتخيروا وأنا كلا دور دورا أنا وحكى دورا مما أنزل الله شريعة الجديه دون أنا كلا دور دورا وما لم تحكم هدي كحكمي وأنا أئمته مدحوا بكتاب الله ويتخيروا مما أنزل الله إلا هديار كاسود عنا جعل الله ولا يوحي لا بأس بكود بينهم بحدود ولا يبأس كود ردت كاس هدي يسكو حكومي وايان مدح له هدي كتاب كلا يكون حكومي وايان الشريعة إلهي الفولي وايان دت كوال يسكو درا واحد ما أنت مسلمين تعيس تسو مركز وطالع يسهيس طول مركي ديمقراطية للدورتي إقاب كي حكم كي إسلام كي إقاب كي حكم كا لولك لو رجع الإسلام وتشديه الخلافة الديمقراطية لا دورتي مورلون بتاعين سو مركز ودن كانوا كقياس قاضي وحلي رهرتا ضد إلى يوحى واعتصم بحول الله جميع ولا تفرقوا ديمقراطية أنا ما حيتري تفرقوا رهرتا إسخلافة سو الحكم كوه جاجو أو جيرا صد حزب ودن كه كتيران صد حزب داني كتير هو ديكتاتورية أو ديمقراطية ده ملك عقد عمل ورنيا سوما نبي محمد عليه الصلاة والسلام وحط المامي أن لا ننازع الأمر أهله عدة مسلم كي تلاذ هيسا حكم كينا الوقب صن ديمقراطيا واحد لا حكم كوقب صن اللي لقى كل دقة ومرك يجي نوسي دارها وشان صن مرك اللي جاره بقى ما عفر صن وقال بس يودي قطه خاص بدور شكو قبرها هذه كلام ده حين متهد رجوم مغلي مايو تاسمها دينتي إلهي دينتي إلهي واتنبي وصحابه بعدك هي قال كذي أن لا ننازع الأمر أهله ترى عدة سنة أنكو قرصة وأن لا ننزع يدا من طاعة إن أنا مرديد الصمين وقفك ما أحد مسلم كالتلاذة هي أنا كارما ووحو النبي قبل الله صحابتك قال تشيرو دينتي إلى هواتا دينتي إلى هوا السمع والطاعة لولي الأمر المسلم إنك ما أحد مسلم كالتلاذة قعنت وقترتو الدون حبش يبها نغضي إن وحي وناق الله قم قل الله قناد ديعو وحي شرعي خلاف صنة إن الله قم قل قناة الداعين لقنا واري والروحة اسكده ديمقراطية واحد لا ضي مايا وإن معارض للصمية معارض والضروري إن معارض شنو هذا معارض شنو وحبها جاي مايا وهذا اللي قف فانية حتى الدولة اللفتية دي بقى فانية السبع أولا معارض قوى لقى مارمان إن معارض شنو وهي معارض دليلها الدولة دو موتشنية وددك وش هيجية دولة ده ما كان بقنا يسوع خلط كيسكيل على نفسه لا معارضكو هيبدأ وإلى هي حكامته هو يبوك قاعدة
دبيتنا وحو موجيا ويدنيمدا قفكا حاكمكا قفكان حاكمكا المدحوينها وحن لو دبا ياعي اما لوغا بقيا اما لوغا امر قادن يا مخ وهيبد مدحتنيمو الهي وصاري هدي مالو والبلع عاي ولا افلغادي امر ديده لوغو سميهو وصلت حارانا لغا دغو هيبدي با دوليس دبيتنا دو شخص عادي ان هبل هبل إنه هبل هبل وي عادي يبون نقنية مرك يا كامر قادني ضد كورة بحكم كورة ورضو نقتك مرديد دالو قصة ميني مر هدي مرديد دالو قصة ميقف كم ضحى ده أنا ضد كي بلا مضح بيكو صار نعيان وده فوضى للجلية فوضى أنا النتيجة دوا تكم وقتا ليبيا وطيمان كم وقتا وتميل بدون لك إسلام كا صامر تواتي صومالي صامرين إلا إمي كنا رات كذي يمدها هذه أي قرآن يار إدي بعتاد ولا أي حيس دولة حمبا كون أكسن دولة الآن ساس أوران شيران دت كون أكسنا 70 سنة تحت حاكم جائر خير من ليلة واحدة بلا حاكم تضبط الصنادوب وحاكم ظالم اللي هو استجوا أي دانتا هل هبين وبلا الدولة لي ساسي ورن جيرين دولد نيمد وح عياره ماها او فضد قفك السنه النبي يا قواشي سلف كاخريانا سدب ابو فهميه وحيابها مركا دولد نيمد لديقه كو احزاب تا ديمقراط ديقه وكمده يا احزاب الدين قال لفتيده ايدنا لو سميستاي ان لو غاارو دولد نيمد لو غاارو حكم لو غاارو دولد نيمد ضعيفينس ويدن كاركاي مربا وداده انت صف سو غلان شير جرايد قبانيو دولدي توس غو هري مانيه وحن حتى شريعة خلاف سنين الدولة دسوة كذي سوي توصل غوري مليان وحابة عادية دقلوا نقطتين إلى هذا أمر كيين ننقاذ الوزارة دا وقافة وحورا ريسا وحاها الله السمية شريعة دينا ما خلاف سنة وحنا والله دينا تاكا ما قال الله وين نقصوا دير ريانو وقعنتا ينقلق يانو وين هوس قلينا تاين الديدن وأين حديث النبي عليه الصلاة والسلام حديث النبي قماضي إن فريسي السمع والطاعة لك الدائرة المسلمين تو عقائد كنوع عسى مبادئ نوع عسى ملاهيك نوع عسى حركات كالدين جاء هي أحزاب الديمقراطية جاء أمضى يدحو الضوء هيسكيل عليان هنا آخر استنا حديث النبي جاء كور رمز الصلاة ولا رقم يا حاكمك مسلم كإسلام نمدي سوليا السجن طاي إياه سلف كوحي أورن شيرين مسائل شاد سلف كوحي كيد عادين كتب تعقيدة كده وينن حديك العقيدة الخوارج بعد كل داعش بعد نقن انت الحماسة اللي قليها حواري كرنية الغحرة القاعدة نقن دونتا شباب باد نقن دونتا تدك مسلمين تدلين دونتا دي قودة عدادين أباها باد ديلي وهو يدا باد ديلي نفتا دا ديلي دونتا واتقرحين دونتا اسلام كانوا وحبوا تري ميسيد بل وحيي الله ايه نباتة دو جيسرس داعش ايه القاعدة ايه الشباب ايه حركات كي كلاد دا قالمي اتحاد يا اعتصام يا كوي الجزائر كده قال لهم يجب أن تنقاد مدين بكرم قادة إنه دين سرّي سما أنت ما دركت يا إخوان المسلمين دين سرّي صو هل كي هو ركّر وقع عليه ما أنت ما دركت بل ويقص يدري إنه هوس دين كذا عن كيبابا هوس وصي دعيبا الدنيا يسوق كردية نمي دركت ما يا بل ورا شغل الإسلام التيمية قف كاستو حاكم ظالمه كبحي راد راع تاريخ دوو شيغيا ان دين هاني ادويا هانبا اوغا دراي وخبان كوسو كردين انتي اد كاسو غاادين نولشنا تصاليال بدن باد كو اركي كرتان او عبره قادشه ايدن كو فيلان ارنتاسنا و امد عمر خاطي فريسا واحد علماء ودعوه سلفيه ددك اي او شيغي جيرين وليغود الا ايم كان اي او شيغيا اي وافقسن احاديث النبي يا هذا الذي صحابته يا سلفك ولي قد بها لغو عاية تودا أيوم بها مركة دنباء إن الصح دي أهيد لقرتها مركة فتنة وددك أي بابيسو أيها لقرتها سيادك المسجد النخيل إن فرب دنباء مباديد أنو عسدتك اللوغة قد ديكتر شباب أو بلوء وحتى مقع عان لبحين أيها كرسيغان أنو كشيك ترنا نورن ترني عقيدة خل دنباء وطان والتكفيريين سلام كي دي قوضة حلاشر أيان كرسي باي قد دقالاميان اي داد كان اي كلينيان فكاسا وحا وداد مقالدة تشوغا يوران تيرين كوا ماركتي جديدية دا لرادو ومرايكن كي وشاقايا جهاد كي ديدين
بل كوي ما أنت ويديه واحد ترى هذا شباب كورم أنا قد أوحي وخواري شباب ورانيا خواري شوية أنا قد أوحي ورانيا عمر كيس قف صدر يجوا يسكون عين يوراني وخواري مبادئ ذا النوع عسى القاعدة قرما يا علماء دعوة سلفية يكدي كتيرين ما أنت وإذا بدك هذا ليان عيب ما هقفكو حق عمرك وعد هذا إنه شاقه لكن وينه داسي صح وشاقه وراه ورنيو عدي أن عاي تيري مركا نقول هذا الدفاع تيري هاي سامحان اللي هو أنكو خلط ماي أنا وانا وان خلطنا إلهي بانو توبت كيريا وارغاني ما تاس وحاسين وان خلط الدادة وسكايل عليه لكن سيدي سياسيين تمربا موجد لصارا وقفكو وسكايل لقو إنه سيدانون ها نينك القاعدة الدفاع تيري الشباب دفاع تيري عدك هذا شغل تيري مرايكا بوش قيانو جهادك ديدين ما أنت نوح يسكن لقى ياون ما أنت عاية شبابك مركز نوح يسكن لقى ولي قبينو السلاحة هذا الذي هرانو يدوبين الأسعر لكن داد كان وحبا يسوقين والشالي إيا ما أنت قفك نوح الشالي لها إيا ما أنت وحو لي عدة إسقرب لكتاي سوقين سا آدي آد بويريين مركا إلهي دين بركيو إلهي دين تي صبرتا كو عمل فلو كو نقمة داد كالقارسية داد كاني دعوت بكو هقاقي وداد مسلمين دين تاين لور لقو وصيصة حلو مشاقو دقال وما باهنا قاليسين وما باهنا قرح وما باهنا فتننا وما باهنا مدح دولة للردو دولة مسلمين وددك فوضة للقليو ددك وما باهنا دين تودي الدنيو دوبا ويكبع بائسا إلهي بل سبحانه وتعالى ويدي سنين يحفظ علينا ديننا وأن يقينا من الفتن ما ظهر منها وما بطن صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.